السلامة. مع السلامة. صافا؟ الحمد لله، وين انت؟ الحمد لله هنا لاباس، ميرسي. اليوم انت مع او ضد الحريات بكل انواعها في تونس؟ والله الحريات حدود، مش كل حريه باش لازم الواحد يعرف كيفاش يعمل حريه ويعرف شنو معناتها من بعدها. مش تصير شنو معناها الحريه؟ حرية كل واحد ورأيه، كل واحد وموقفه، كل واحد وشنو طبيعته، كل واحد لكن عندها حدودها. كيفاش الحدود نتاعها؟ منطق معناتها برشا، كما كتشوفوا لو ما احنا حتى ولاد توا كما كي يعمل بلوته مش شعرته بقربيته كما كل عزيزة ذاك اللي يحب على راجل ولا برشا هك تشوفوا لهم، وكما برشا برشا هك تشوفوا من انت. يقول لك كل واحد حر في روحه، معناه ما كل واحد حر من اللي عايش هو كيما شو راجل. نعرف ان الراجل راهو راجل، كيمشي في اثنين الراجل عنده كان لازم نتاعو، مش كيما يمشي هذاك يولي يحكي على الزايزه ويلبس بلوته فيه. انت تعرف شكون يلبس بلوته، انا ولا انت؟ الرجل ولا المراه؟ هو اللي معروف به المراه تلبس اكيد، لكن فما تو بعد ما كل شيء تبدل ولا معناه الناس كل نعيشوا الواحد. احنا نمشي من بالغرب راهو نمشي هذاك، علاش يلبسوا بلالت يلبس لك هكا كلاس السقي؟ معناتها ما تفهم شيء، معناتها بالدنيا ذي جي عملك بلوته شنو معناتها؟ باش تعجبوا طفله بالرسمي؟ ها منهم برا، شوف هذا قدامي يبكوني والله، كذا نحكي هكا يبكوني والله. علاش حسيتك تحكي بكل حرقه؟ خاطر بالرسمي نقم عليهم، خاطر ما تجيش من باش تشوف روحك راجل ماشي راجل بالرسمي والله. انت حاولت تحكي معاهم؟ انا كان جيت بيدي راني حكيت معاهم ونحكي معاهم، راني فسرتهم بالرسمي شنو معناتها الحاجات اللي عملوا فيها. ما عرضكش حتى واحد مره هكيك وحاولت تنصح؟ اكيد عرضني برشا وفنتي وشفت برشا. وكي تدخلوا في نقاشات مع بعضكم شنو يقول؟ لا انا ما ندخلش باش نسبوا، انا ام باش ننصحوا. سبوا تنجم تكون داخل باش تنصحوا. اي اكيد ننصحوا كهو، ام باش نعمل له حاجه خايبه ليه ننصحوا كاخو واحد وكل شيء نوريه معناتها شنو معناتها. يمكن يكون فتره مراهقه يحب يجرب كل شيء. لا فتره مراهقه فيش مراهقه راهي في الدين، مش في يلبس بلاله تو واحد. كيفاش؟ مش يلبس بلاله يمشي يتحوس بهم هكاك قدام العباد، يلبس لي كلاس الساقيه منتهي الرجوله هذيك. انت تحس في كل شيء تبدل اليوم اجا هكا؟ اكيد تبدل، احنا والله نعيشوا في بالك ذي من ايمات السعاره، من علامات السعاره. جي تلقى راجل كيما مراه معناتها يتصرف يظهر لي تعرفها انت هكا اكثر من هكا تشوف لهم برشا كيفاش بالرسمي والله يحكيوا في حاجات اقسم بالله يعمل حاجات الواحد حتى تبكيه معناتها. توصل انت كي تجي باش تحكي معناها انت كي تجي باش تنصح يعني الناس الكل تقول لك هو حر، انت يقول لك انت شنو دخلك؟ حريه كل واحد في حاجه، حريته راهو في عنده حاجات، مش كل واحد حر يعمل حاجه معناتها ما تجيش. لوجيك حتى باللوجيك ما تجيش، لازم عندها حدود، لازمك تعرف شنو تعمل بعد عقبتها شنو، باش ما تخليش هذاك يحكي عليك وهذاك يحكي عليك، وزاد حتى الحاجه تعمل فيها مش باه. حتى ربي سبحانه ما حبش، انت مش تلبس بلوته راهي تلبس فيها المراه مش الراجل. ربي شنو قال في الشيء هذا؟ ربي معناتها قال لك اعمل انت كراجل تصرف كراجل مش كامراه. انت تعرف بلوته تلبسها طفل مش يلبسها الراجل، يعني ما تتشبهوش بالنساء هكي. وما تتشبهوش بالرجال. ربي سبحان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي زمان يتشبه النساء بالرجال والرجال يتشبهون بالنساء. معناتها الراجل تلقاه كيف المراه اللي هنا قاعدين نعيشوا فيه تو تشوفي فيه ونساء كيما الرجال. هذاك علاش كيما كيف كان اكثر حاجه خليتك تعيش قلقني برشا معناتها مش كأنا معناتها عادي معناتها هو يتصرف كيما، اما انا داخل معناتها ما بيروح ونقول علاش عمل لك هيك معناتها شنو معناتها؟ شنو الاسباب اللي وصلت لها مثلا؟ شنو استنتجت مثلا؟ عرفت علاش هو عمل لك؟ والله استنتجت اللي هو معناتها في الاخر اللي هو مش راجل يعمل لك هيك في الاخر، هذيك هي استنتجتها في الاخر معناتها. وبنات تو يحبوا كان على الاولاد هذوك بالحق والله برشا. تو كيفاش يحبوا؟ يحبوا الطفل يلبس بلوته ويحب يلبس كلاس كيما ويصبغ شعره بالاصفر ولا الاحمر ولا حتى الازرق ما فهمتش كيما كيك يحبوا كيك هكا تشوفوا المحطة قدام يمشوا مع بعضهم تلقاهم واحد وكل شيء تبقى حير تقول علاش هكاك معناتها. فهو تتبع لك طفل متربي عاقل يعرف شو يحكي كل شيء يولي يمشي يتبع الطفل هذاك.
طلع كيفاش يتصرف، طلع كيفاش يعمل عادي جد. هل ترى انه اليوم نحكيو معناها على المواطن تاعنا، نحكيو على عيشتنا العادية، ترى اليوم التونسي مش حتى التونسي بركة، ترى اليوم اللي كل واحد فينا بعد شوية على الدين بتاعه؟ أكيد بعدنا، خاطر هي فاضل كلها تولي تطوى تحكي فترة مراهقة. أنا عمري 17 ولا 18 ولا بديت من 15 سنة فترة مراهقة، يلزمني نعمل هذيك ولازم نعمل، أما خمناش باش نعاتها اللي احنا عايشين هوني باش نعبدوا ربي سبحانه وباش نتقوا ربي في كل حاجة نعملوها، وهذيك هي حياة اللي نتبعوا، هذاك اش عمل ولا هذاك اش عمل وراي خلطة هذيك هي، وولادنا تو ولا بناتنا تري طفلة كيما كاك تعمل، خلنا يلزم نعمل كيفها باش نكون معناتها عندي شخصية في المجتمع ولا حاجة. هي كلها غلط، لازم تكون في دينك مثقف برشا في دينك. ديجا انتم سألتوهم قداش من واحد متعدي تسألوه في حاجة في الدين يبقى ما يعرفش، تسأل في حاجة أخرى يقولك نار. بالرسمي تلقاها طفلة حتى سمحني تتكيف وتشرب، قسم بالله ولا مصابتنا هنا ريتها قدامي هاك، هي وصاحبها فكت له السيجارة وكيفت عادي. في المترو ديما نمشي نلقاها طفل مسكية هيكل بين عليها، بالرسمي تلفت لي قالت لي بلي طفل هذاك ولا طفل؟ قلت لها والله طفل هون باين تشوفي له، بالرسمي خاطر نقول في صحيح نقولها لها معناتها ما نقولش راهو طفل عادي، خاطر بالرسمي يعملوا في حاجات ماهيش هي معناتها مش من رجله ماشي رجل. الرجل راهو كي يمشي في الطريق راهو عنده كاريزما نتاعو، عنده شخصيته معناتها باش يفهم كل شيء، مش كيما يمشي الواحد يلبس بلوطه يصبغ شعراته يضرب حواجبه هنا الشلطه هذيك، بالرسمي يعملوا في حاجات راهي واحد يبقى ساكت عليها وكذا، حتى تجي مش تنصحه باش تجي مش تكلمه ما يفهمكش. وانت مثلا لو كان نقول لك كيفاش تمنيت تشوف بلادك وتشوف اولاد بلادك؟ والله يتمنيت نشوفهم بخير وان شاء الله كل الناس الكل بخير وكل شيء ويعملوا حاجات باهيه، وصيب عليهم الحاجات اللي يعملوا فيها راهي ما تنجحش، راهم يعملوا حاجات تبعوا فيها في الغرب، الغرب خاطر ما يفهموش شنو الدين وشنو الواحد هذاك عليه. احنا جيت هو مثلا شو هاي تاع الطفل يلبس بلوطه، جيت طفل يلبس بلوطه ما تجيش، تجي خلاص لازم قاعد يشوف روحه ويرجع خاطب فكري ويقول انا فاش نعمل وانا فاش بالرسمي يشوف في حياته كيفاش معناتها اللي هو تو فاش يعمل. حاجه اخرى راهي غلطه معناتها لازم يكون واحد مثقف دينيا ومعنويا وثقافيا وكل شيء يعرف، جاهم يقروا يعرفوا يجيب ربي راهم يعرفوا كل شيء بالرسمي. والله نحكي والله بالرسمي خاطر نحكي حاجه كيما كي والله نولي نبكي، والله والله بالرسمي كي نحكي مكان نشوفهم حتى في البلايص الكل نبدا نبكي، معناتها حتى باش نحكي ما نجمش نولي نبكي، خاطر بالرسمي ماشي من الحاجات اللي يعملوا فيها صحيحه معناتها، حتى بيجي يتكلموا معناتها عادي كلها تو، حتى شباب تو الجنس كل اللي طالع كله يعمل لك ما عم بالوش معناتها.